النويدرات أو بلدة راية العز قرية بحرانية اشتهر أهلها ومنذ القدم بالطيبة والكرم والأخلاق الحميدة. عباها الله بالعيون والمسطحات المائية، ومن أشهر عيونها القديمة عين أم الشويلي والعين العودة. هذه الوفرة في المياه حولت النويدرات مثل العديد من قرى البحرين الأخرى إلى أرض للنخيل الباسقات التي استقى منها أهلها الشموخ بهاماتهم العالية. وتحت ظلال النخيل انتشرت في زواياها مراكز تعليم القرآن الكريم والمآتم التي ربت أهلها على العيش بعزة وكرامة والتضحية بالغالي والنفيس من أجل العقيدة والشرف والوطن. وهكذا فعل ابنها البار الشهيد عيسى قنبر، الذي وقف مخاطبا القاضي الخليفي الذي أصدر عليه حكما بالإعدام قبل نحو 3 عقود، مرددا لمقولة اقتلونا فسيعي شعبنا أكثر فأكثر. وقبل قنبر 30 عاما انتفض ابناؤها ضد الظلم الذي لحق بمئات العائلات الذين قطع السلطات آل خليفة أرزاقهم عندما فصلت معيديهم من شركة بابكو. تحدى أهالي النويدرات القرار الخليفي وقطعوا الطريق نحو الشركة في مارس من العام 1965، وكان الرد الخليفي رصاصات غادرة أطلقها المرتزقة على المحتجين أسفرت عن استشهاد عبد الله مرهون سرحان وعبد النبي سرحان. لقد فشلت السلطة من خلال العنف في أن تسقط إرادتكم. حمل منها وقبل 4 عقود أستاذ البصيرة عبد الوهاب حسين راية الوعي الذي انتشر في أرجاء البحرين، ولم تفلح معتقلات آل خليفة في إسكات صوت الأستاذ الهادر الذي خرج وبعد ربع قرن من استشهاد قنبر ليعلن بدء ثورة ضد عائلة آل خليفة، ثورة توشك أن تكمل عامها 6 ولا زالت عصية على الخليفين وأسيادهم الذين فشلت كافة محاولاتهم لاحتوائها. قاد الأستاذ المسيرة الأولى في ثورة 14 من فبراير والتي رفع شعار إسقاط هذا النظام العائلي المتعجرف والفاسد. كان حضوره الميداني وكلماته النيرة وقودا للثورة التي انتشرت في قرى البحرين كسريان النار في الهشيم. إسقاط النظام مطلب في غاية الإمكان. وأتوا آل خليفة تصبت جام غضبها على بلدة الأستاذ الذي فجر الثورة، ولكن أن لمن تربى عند المعلم أن يعرف الاستكانة والاستسلام، وكيف يستكين من تربى على قيم القرآن ونهل من مدرسة الحسين في مآتم تلك البلدة. أبت النويدرات إلا أن تفجر غضبها على مرتزقة آل خليفة، فكانت عملية راية العز التي انتفض فيها أهلها على المرتزقة الذين انتشروا عند مداخل البلدة دفاعا عن ولي نعمتهم القابع كالجرد في قصر الرفاع. الخليفيون من جانبهم أفرغوا حقدهم على بلدة راية العز بزجهم بخيرة أبنائها في المعتقلات، وفي مقدمتهم حامل راية الثورة الأستاذ عبد الوهاب برفقة القادة والرموز. لكنهم عجزوا ولم تعجز النويدرات التي لا زالت تهدر في طرقاتها شعارات الثورة وبكل قوة وحماس، وهي تستقبل العام 7 من الثورة، ولا زالت راية عزها تناطح النخيل بشموخها، لأنها راية الحق والعدل التي ستظل خفاقة بيد البحرانيين وحتى تخليص بلادهم من أسوأ نظام حكمها عبر التاريخ.